تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نشرة الحصاد من أورينت، أهلا بكم. مساء الخير، ونبدأ حصادنا بالعناوين. واردات المعابر تشعل اشتباكات بين فصيلي أحرار الشام والجبهة الشامية في ريف حلب، قتلى وجرحى وأسر العشرات، تصعيد اعتيادي أم بداية للتصفيات؟ بين العمالة والإقصاء والتسرب، ثلث الأطفال السوريين في تركيا بلا تعليم، من المسؤول وما هي الحلول؟ وفي الحصاد أيضاً، ميشيل عون يطالب بقطع المساعدات عن السوريين في لبنان لإجبارهم على العودة، ويقول إن لبنان لم يعد يحتمل. بالتزامن مع انسحابات مفاجئة لروسيا، أوكرانيا تشن أولى هجماتها داخل الأراضي الروسية، والاستخبارات الأمريكية تقول بوتين كان مغيباً عن خسائر جيشه. دول عربية وإسلامية تعلن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك. وفي خبر اليوم، سواقة الذاكرة، فيلم تركي يجسد معاناة السوريين خلال 11 عاماً ويعرض لأول مرة في اسطنبول. وفي صورة سورية، طفولة ضائعة، الطفل خالد مهجر أجبرته الحياة على العمل وحرمته من تحقيق حلمه بممارسة كرة القدم. أهلا بكم من جديد. شهدت منطقة الباب شرق حلب اشتباكات بين مكونات الجيش الوطني لدى محاولة فصيل أحرار الشام الانشقاق عن الجبهة الشامية بعد صدور قرار بعزل المدعو صدام الموسى من قيادة اللواء 321 التابع للفيلق الثالث. وأظهرت مقاطع مصورة عددا من العناصر قيل إنهم ينتمون للشامية، في حين رصدت أورينت انتشارا عسكريا كثيفا في شوارع المنطقة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر. عقيد فايز، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أورينت. يعني كتحليل عسكري، كيف يمكن قراءة هذه الاشتباكات بين مكونات الجيش الوطني في منطقة الباب شرق حلب؟ مساء الخير. يعني هذه الاشتباكات تدل دلالة واضحة على فقدان الانضباطية والعمل الصحيح في الثورة، ولا تزال رغم كل التجمعات الفصائلية، للأسف لا تزال الفصائلية هي المهيمنة على العمل العسكري، وستبقى هكذا إذا لم تندمج أو تقوم مؤسسة عسكرية وجيش وطني واندماج الضباط في هذه المؤسسة. نعم. وتأسيس إدارات تمسك زمام الأمور اعتبارا من الشرطة العسكرية ووصولا إلى هيكلة الأركان. يعني للأسف لا تزال رغم ما سمعنا من عدد من التجمعات التي حصلت، ولكن الفصائلية هي الطاغية على العمل العسكري والتشنجات لهذه الفصائل، ولا يوجد هناك جامع يجمع رغم وحدة الهدف، ولكن للأسف لا نرى وحدة الهدف الذي خرج عن من أجله الثوار. نعم عقيد فايز، يعني هذه الاشتباكات ليست الأولى التي تشهدها منطقة الباب وخاصة ريف حلب بشكل عام، يعني الانضباطية تكفي اليوم لإنهاء مثل هذه حالات الاشتباكات، أم يبدو أن الأمور تتجه للتصعيد رويدا؟ بالتأكيد أنا الانضباطية هي أساس كل شيء، هي على أساس العمل العسكري والعمل المدني. يعني لا انضباطية في أي عمل، لا إنجازات، هذا الأمر مفروض الصف كل حارد كل مين إيده له،
وخاصة الانضباطية في العمل العسكري هي واجبة، يعني واجبة. أما نلاحظ إذا ما في انضباطية معناته ما في قيادات مسؤولة حقيقة، قيادات إن كانت قيادات الفصائل أو قيادات التجمعات الكبرى التي لا تستطيع ضبط أفرادها، وتصرفات فردية تؤدي إلى اشتباكات وإلى خسائر فادحة. يعني فعلا ما معنى أن تندلع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة عفوا من أجل عائدات معابر أو من أجل خطوط تهريب أو ثوار أن تخرجت إلى إسقاط النظام؟ يعني هذه تصرفات للأسف هي تصرفات ميليشيات متناقضة فيما بينها، ميليشيات متواجدة على أرض غريبة متناقضة الهدف، ولكن هؤلاء يعني أخوة خرجوا من أجل إسقاط النظام. فللأسف نحن نلاحظ أنه أصبحت المصالح الشخصية للأسف تؤدي إلى اشتباكات دامية يعني في مثل هذه الأمور. نعم عقيد فايز، يعني شاهدنا منذ قليل مقطع مصور يظهر أسرى أو معتقلين بين الفصيلين، يعني إلى أين تذهب الأمور اليوم في منطقة الباب بين أحرار الشام والجبهة الشامية؟ يعني شيء يدمي القلب يا أخي، والله العظيم أنا شاهدت الفيديو اللي أنتم ناشرينه، للأسف أن نرى مثل هذه الفيديوهات وهذا الكلام، يعني عرصات ومعرصات بين مقاتلين نسوا الغاية التي خرجوا من أجلها والتفتوا للاستعراض أو لجباية الأموال من الحواجز أو من التهريب وطرق التهريب. نحن نبحث عن النصر، النصر أين إذا لم تكن هناك وحدة الهدف ووحدة المصير، وتتوجه البندقية إلى صدر النظام وإلى قوات النظام، فمن الممكن أن يتم هذا أيضا 10 سنوات أخرى، ويبقى التناحر الفصائلي هو السائد على مخرجات الدنيا. خلينا نقول للأسف الواعز، أنا أحمل هذه المسؤولية حقيقة للقادة الكبار للفصائل، قادة التجمعات. يعني هذا دلالة أنه لا يوجد انضباطية، فمعناته لا يوجد قيادة حكيمة وحازمة لهذه التجمعات، ولا يوجد خوف لدى بعض العناصر أو بعض قادة الفصائل الصغيرة. نعم، المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر كنت معنا عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية، أشكرك جزيل الشكر. نبقى في الشمال السوري، حيث شهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات في المنطقة ورفضا للفساد في بعض المؤسسات. وطالب المتظاهرون أيضا برفع رواتب وأجور العمال في مختلف القطاعات الخدمية والعسكرية والمجالس المحلية. قالت وزارة التربية التركية إن 35% من الأطفال السوريين المقيمين في تركيا غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة. وبحسب الوزارة فإن 730 ألف طفل من أصل 1,124,000 في سن التعليم يرتادون المدارس، بينما يعجز قرابة 400 ألف آخرين عن الالتحاق بالمدرسة. في ظل الحملات العنصرية المتزايدة والمعلومات المضللة المنتشرة بكثرة حول السوريين في تركيا، وزارة التربية الوطنية التركية تخرج بتقرير جديد توضح فيه أن 35% من أصل ما يزيد على 1,124,000 طفل سوري في تركيا لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس وتلقي التعليم نظراً لأسباب عديدة. الوزارة أوضحت أن أهم الأسباب التي تمنع الأطفال السوريين من التوجه إلى المدارس هي الأوضاع الاقتصادية السيئة لذويهم ولجوء أغلب أولئك الأطفال للعمل بهدف مساعدة عائلاتهم، بالإضافة إلى تفكير بعض العائلات في الهجرة خارج تركيا
فضلا عن حاجز اللغة وما أثمته البنى التقليدية والسلوكيات المرتبطة بالعائلات السورية. في أكثر من سبب، لأنه بيكون الطالب عم يمنع فيه بالروح على المدرسة، يعني في طلاب عم تشتغل، في طلاب ما في معها مثلا بيوتها بعيدة، ما في عندها مواصلات تروح وتيجي، في طلاب مثلا أبهات أو عائلات ما بيسمحوا لطلابهم أو لأبهاتهم أمهاتهم إنه يدرسوا يعني. سوريون ذهبوا إلى أبعد بكثير من أسباب وزارة التربية التركية، مشددين على أن أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الكثيرين عن إرسال أطفالهم إلى المدارس هي الآثار السلبية الكبيرة التي مر بها كثير من الأطفال السوريين نتيجة العنصرية والتنمر وعدم إنصاف أطفالهم من المعلمين في كثير من الأوقات، وهو ما أكدته شبكة دويتشي فيلي الألمانية الناطقة بالتركية نقلا عن الباحث كايهان نديم الذي أشار إلى وجود محاولات إقصائية للسوريين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في كل من البيئة المدرسية والبيئات الأخرى. مواليد أي شهر؟ مواليد 2006. تضييق متواصل على اللاجئين السوريين في تركيا، آخره تلقي الآلاف منهم رسالة تخبرهم بإيقاف قيود بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الأطفال السوريين الذين باتوا مهددين بحرمانهم من أبسط حق لهم وهو التعليم. اللي قتلنا وشردنا موجود، يعني شلون بدنا نرجع نعيش تحت حكمه؟ أصلا هو فاسد من الأساس. يعني أنا اليوم بدي أرجع حكومة من الأساس فاسدة وهلا أضعاف، يعني شلون بدي أرجع أعيش يعني هنيك؟ يعني أنا أمشي بالشارع أشوف صورته معلقة مقابل الدمار قدامي اللي قتل الأولاد ويتم الأولاد والنسوان و و و إلى آخره. يعني شلون ليبقى السوري في تركيا محاصرا بين سندان العنصرية ومطرقة الأمان المفقود في وطنه؟ وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إزمير الأستاذ سعد الحجي، مدرس سابق. أهلا وسهلا بك. يعني سيد سعد، من الأسباب أسباب كثيرة ذكرتها وزارة التربية، ولكنها لم تتطرق إلى أهم سبب يتحدث عنه الكثير من السوريين، وهو العنصرية والتنمر الذي يمارس على الأطفال السوريين في المدارس التركية. لماذا برأيك؟ أنا بدي أفهم السؤال، أنه سبب التسرب أم سبب العنصرية والتنمر؟ الأسباب التي ذكرتها الوزارة ذكرت العديد من الأسباب، ولكنها لم تتطرق إلى العنصرية والتنمر الذي يمارس على الأطفال، مما يمنعهم أو للعزوف عن الالتحاق بالمدرسة. العنصرية والتنمر هو أحد أسباب العزوف وليس السبب الرئيسي، يعني يمكن أن يحوز بنسبة كبيرة إذا لم ننتبه إلى العامل المادي للأسرة نفسها، فهذا يلعب دور الأكبر والمحور الأكبر بعزوف الطفل عن الذهاب. إضافة للعنصرية وغيابنا نحن المعلمين السوريين عن مكان عملنا، كنا صحيح موجودين، لا ممنوع علينا الدخول إلى الصفوف أو كذا، لكننا متواجدين مع الأطفال طيلة فترة دوامهم، يعني في الباحة أكثر شيء، في باحة المدرسة أثناء الفرصة. يعني الطفل يشعر بنوع من الأمان، أنه لا يمكن أن يعتدى على حقه أو يتنمر عليه الآخرين، الأطفال الآخرين، زملاء الأتراك، الأطفال الأتراك، بوجود معلم السوري، لأنه سيذود عنه ولو بالكلمة ولو بنظرة بمواساة، إذا صار الأمر أن يواسيه، أن يخفف عنه حدث التنمر الذي تحدث أثناء الصف. نحن كما تعلمين نحن كنا ممنوعين من دخول الصف. نعم. وزملاء الذين انضموا حاليا، هنالك فئة قليلة الذين عادوا إلى دوامهم، أيضا يطبق عليهم نفس الموضوع، ممنوعين من دخول الصف، هم موظفين بصفة إداري. نعم. يعني أنت ترى أن عدم وجود المدرس السوري في داخل المدارس، يعني هو يعتبر مثل صمام أمان، وعدم وجوده يؤثر على الطلاب في صحيح المدرسة. صحيح. هل هناك ممارسات عنصرية من قبل المدرسين الأتراك في المدارس التركية على الطلاب؟ البعض منهم ولا أشمل الكل، لأن تعرفني أن التعميم هو خطأ وحرام. أنا لا أعمم، أنا أشمل، يعني عفوا، أنا لا أشمل، أنا أقول البعض منهم هنالك، ولا سيما في المدن الحدودية، يعني كأنطاكيا، كغازي عنتار، أنا كنت مدرس في أنطاكيا. طب ما هي الإجراءات التي تقوم بها المدرسة يعني تشجيع الأطفال، أو وزارة التربية لتشجيع الأطفال أو أسرهم لإلحاقهم بالمدارس؟ من أساليب يعني تشجيع الحكومة، إذا قلنا إذا الوزارة، أنا أقول دائما الحكومة مثلا، لأن الوزارة هي أحد مؤسسات الحكومة،
لتشجيع الاهالي على ارسال الى من هاي كفي المساعدات اللي بنسميه تورين كفي الهلال الاحمر. طبعا البعض منهم لا يحصل عليه، وانا اخذ الجنسيه لم احصل عليه نهائيا، اسمع عنه ولا عارفه. فهذه كانت احد الاسباب. السبب الاخر مثلا ان يدعم الطفل او الطالب بالقرطاسيه للمدرسه كنوع من التشجيع للطفل نفسه ولاهله، كي يعني يزال عنهم ولو بنسبه قليله عبء شراء المواد الدراسيه. نعم. فكما تعرفين ان الطفل يعني يكلف اهله مبلغا كبيرا نسبه للمعاش السوري، اعتبره مبلغ كبير بالنسبه للقرطاسيه او بالمواد التعليميه التي تطلبها المدرسه من مرحله اللي احنا نسميها انا اقوله اللي هي الروضه الى 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 دخوله الجامعه. فيعني الامر مكلف جدا بالنسبه للعائله السوريه. نعم. استاذ سعد الحجي مدرس سابق كنت معنا من ازمير، شكرا جزيلا لك. وسط كل الازمات التي تعصف بلبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، جدد ميشيل عون تعليق اخفاقاته واخفاقات الساسه اللبنانيين على شماعه اللاجئين السوريين. فخلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، طالب عون بوقف المساعدات الإنسانية للسوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم. تتفاقم مشاكل لبنان وأزماته الاقتصادية والسياسية، ولطالما كان اللاجئون السوريون شماعة تعلق عليها إخفاقات المسؤولين هناك في الوصول إلى حلول، وعلى رأسهم ميشيل عون رئيس الجمهورية. ها هو عون كما عهده السوريون يجدد إعلانه العداء لوجودهم في لبنان، ويؤكد في اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة إيوانا فيرونيسكا ضرورة تأمين المساعدات للسوريين داخل سوريا لتشجيع عودتهم، ويصر على أن أي دعم لهم في لبنان سيعزز بقاءهم وسيزيد من أعبائه ومشاكله. الرئيس اللبناني انتقد عدم ذكر هذا التأثير في التقرير الأممي الذي تحدث عن ضرورة معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية لهذا الوجود، وبأن لبنان لم يعد يحتمل هذا الوضع وفق قوله. وعلى الرغم من تأكيدات اللجنة المعنية بالتحقيق في الملف السوري وتأكيدات ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة بأن البيئة الحالية في سوريا غير مهيئة للعودة، وبأن العنف والصراع في تصاعد ولا زال قائماً، يشير ميشيل عون في كل مناسبة إلى أن معظم المناطق السورية صارت آمنة وبإمكان هؤلاء النازحين العودة إلى منازلهم. ولا يخفى على أحد علاقة الرجل ببشار أسد واعترافه به كممثل شرعي ورئيس وفق تصريحات سابقة له، متناسيا أنه هو وحليفه زعيم ميليشيا حزب الله هما من هجر هؤلاء اللاجئين. أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان، معظمهم يواجهون ظروفا إنسانية غاية في السوء، مع تزايد خطاب العنصرية من الموالين لميليشيات أسد والتضييق عليهم، ناهيك عن البطالة ونهب المساعدات الأممية التي تصلهم. معاناة تتفاقم كل شتاء نتيجة البرد والعواصف الثلجية أو اندلاع الحرائق في خيامهم، حيث فقد كثيرون منهم أبناء لهم أو مقربين. ورغم كل ما ألم بالسوريين، يبدو أن حكام لبنان لم يروهم ذلك، فباتوا يطالبون بإعادتهم إلى مناطق استيلاء الميليشيات الطائفية لتكمل على من وما تبقى منهم. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول كان إيجابياً وبناءً وأحيا أمل السلام. أردوغان أعرب لبوتين عن رغبته في تتويج جهود السلام بعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. البيان أشار إلى أن الرئيس التركي شدد على أهمية أن يتحلى الطرفان الروسي والأوكراني بالحكمة ومواصلة الحوار، في وقت شكر فيه بوتين أردوغان على جهوده واستضافة بلاده لوفدي موسكو وكييف.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول التركية عبر الهاتف المحلل السياسي طه عودة أغلو. أستاذ طه، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أورينت. يعني اتصال يبدو أنه أيضا كان إيجابيا كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لقاء الوفدين الأخيرين لروسيا وأوكرانيا في اسطنبول. هل رشح شيء جديد آخر غير هذا الذي نشرناه أو الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ تحية لك في البداية للسادة المشاهدين. من دون شك يعني هذا الاتصال كما تعلم وجاء بعد يوم واحد من اتصال أجراه مع الرئيس الأوكراني، والهدف الأساسي من هذا الاتصال هو جمع الرئيسين الروسي والأوكراني في اسطنبول. تصريحات أردوغان التفاؤلية تشي بأن الأيام المقبلة بأن هناك اجتماع مرتقب في اسطنبول، لكن لم يتم الإعلان هل سوف يكون على مستوى وزراء الخارجية أم على مستوى الرؤساء، وهذا ما ترغب به أنقرة. هي تريد أن تخطو أو أن يعني تقفز إلى الأمام، بمعنى أن تتعدى الخطوات البروتوكولية وأن يتم لقاء نهائي ما بين الرئيسين الأوكراني والروسي، وخاصة بأن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في إسطنبول كان إيجابيا وحرز تقدم، وخاصة كان من جانب الأوكراني الذي أعلن بذلك، وأيضا حتى الروس يعني وصفوا الاجتماع بأنه كان إيجابيا، خاصة بعد هناك المقترحات التي وضعت من قبل أوكرانيا ويتم مناقشتها حاليا. لذا أعتقد يعني هذه الخطوات، إن تحدثنا عن الخطوات التركية الدبلوماسية حاليا، هي تسير بطريق يعني سريع جدا على عكس الخطوات الأوروبية والأمريكية التي لحتى هذه اللحظة ما زالت تصاعدية ضد روسيا. نعم، يعني أستاذ طه، هل يمكن أن تنجح مساعي تركيا اليوم بحلحلة الأمور والملف الأوكراني الذي يشهد يعني عرقلة واضحة من قبل المحتل الروسي الذي يحتل الكثير والمناطق الواسعة من روسيا، في حين فشلت المفاوضات أو فشل المجتمع الغربي في التدخل وإيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا؟ يعني تركيا حاليا تبذل جهود كبيرة، ولكن لا ندري نحن حاليا الروس يعني، وخاصة كما تعودنا في سوريا سابقا هناك مناورات من قبل روسيا تتحدث عن الانسحاب وتقوم بالتموضع والانتشار في مناطق اخرى، وهذا ما اشارت اليه تركيا يعني قبل ايام على لسان وزير خارجيتها شاووش اوغلو، تحدث يعني بان تركيا مصممه على انهاء هذا الملف يعني وقت اطلاق النار والاستمرار في الوساطه، واي ضرر سوف يكون هو ضرر ليس لكلا البلدين ولكن للمنطقه برمتها. لذا نتصور اعتقد انقره سوف تضغط بشكل كبير خلال الايام المقبله، واتصال الرئيس اردوغان بالامس مع الاوكرانيا واليوم تحدث بالامس انه سوف يعقد او يجري اتصالا مع بوتين، لاحظنا الاتصال جرى يعني اليوم، وهذه هي ان صح التعبير ان هناك محاولات ضغط من قبل انقره على روسيا، ولكن لا ننسى ان روسيا لحتى هذه اللحظه هناك بعض الامور الغير جيدة بالنسبة لهم، أقصد في الميدان هناك خسائر وهناك بعض الأمور التي لم تتحقق كنتائج أقصد على الصعيد الروسي. لذا نلاحظ ممكن أن تكون روسيا تحاول قدر الإمكان كسب الوقت لتحقيق نتائج في الميدان لترجمتها على طاولة المفاوضات. نعم، عبر الهاتف كنت معنا من اسطنبول التركية الأستاذ طه عودة أغلو المحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر. قالت الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية انسحبت من محطة تشيرنوبيل النووية بسبب خسائرها وتعرض جنودها للإشعاع، في حين أعلنت عمدة كييف انسحاب القوات التي احتلت بروفاري بضواحي العاصمة. وكانت تقارير استخباراتية غربية قد كشفت في وقت سابق أن الجنرالات الروس نقلوا معلومات مضللة لبوتين عن حجم الخسائر التي تكبدتها قواته منذ بدء الغزو. المزيد في التقرير التالي. اللواء 93 الأوكراني عند أسرهم عشرات الجنود الروس في محيط سومي، وعن مدينة سومي تحديدا فالعبرة بكونها شرق أوكرانيا وتلقت أولى الضربات الروسية منذ أكثر من شهر، واليوم فك حصارها من عدة محاور.
وفي ملخص اليوم 35 للغزو الروسي، تواصل القوات الأوكرانية هجماتها المضادة وسط تراجعات لافتة للقوات الروسية شمال وشرق أوكرانيا. وبحسب المصادر والخرائط، فالقوات الأوكرانية استعادت كامل مدينة إربن على أطراف كييف وخمس بلدات في المنطقة، كما انسحبت القوات الروسية من منطقة تشيرنوبل باتجاه بيلاروسيا، بالإضافة لتحرير عدة بلدات في منطقة خاركيف. وفي الجنوب على محور ماريبول تم تحرير خمس قرى. We believe he's being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing. الجديد في المستنقع الأوكراني ما كشفه البيت الأبيض عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية حول بوتين والمعلومات المضللة عن أداء قواته. وتظهر نتائج المعلومات الاستخباراتية أن بوتين لم يكن على علم بزج مجندين إلزاميين أو مقتلهم في أوكرانيا، خصوصاً أن الأخير قال سابقاً إن الجنود والضباط المحترفين هم فقط من شاركوا بالعمليات العسكرية. كما تظهر المعلومات الاستخباراتية انهياراً واضحاً في تدفق المعلومات الدقيقة إلى بوتين، وأن ضباطه ومستشاريه العسكريين كانوا يخشون إخباره بالحقائق الميدانية، وهو ما أشعر بوتين بالتضليل بشأن أداء الجيش الروسي، وتسبب بتوترات مع كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع. في حين أشارت المعلومات الاستخباراتية أن بوتين لم يكن على دراية كاملة بحجم العقوبات الغربية ومدى تأثر وتعثر الاقتصاد الروسي. هذه المعلومات ربما تتقاطع بمشهد وأداء القوات الروسية الكلي على جبهات أوكرانيا وحجم الخسائر التي تلقتها في الأسابيع الماضية، إلا أنه ومع التراجعات الأخيرة شمال وشرق أوكرانيا ما زال التشكيك سيد الموقف، لا سيما مع تقارير للبنتاغون والناتو والدفاع الأوكرانية تحدثت عن خدع روسية وبعض عمليات إعادة التمركز وتأهيل القطعات المتعثرة، وذلك استعداداً لشن هجمات جديدة، خصوصاً أن المعارك والقصف الروسي ومحاولات التقدم ما زالت قائمة على معظم الجبهات. وبخلاف الصورة التي تسعى موسكو لإظهارها عن دعم الشعب الروسي لبوتين في غزوه لأوكرانيا، كشفت شبكة CNN الأمريكية عن زيادة كبيرة في نسبة الروس الباحثين عن طريقة للفرار من بلادهم. الشبكة قالت إن آلاف المواطنين يسعون للهرب من عمليات الاضطهاد السياسي والوضع الاقتصادي المنهار في البلاد. بخلاف الصورة التي تسعى موسكو لإظهارها عن دعم الروس لبوتين في غزوه لأوكرانيا واستعارة أسطوانة التصدي والصمود من بشار أسد وميليشياته، على الرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة نتيجة العقوبات الغربية المتواصلة على روسيا، شبكة CNN الأمريكية تكشف عن زيادة كبيرة في نسبة الروس الباحثين عن طريقة للفرار من بلادهم هرباً من عمليات الاضطهاد السياسي والوضع الاقتصادي المنهار في البلاد. الشبكة الأمريكية بيّنت أن عمليات البحث على جوجل عن طرق الهروب من روسيا بلغت أعلى مستويات لها منذ 10 سنوات، مشيرة إلى تضاعف اهتمام الروس بموضوع الهجرة، فيما بلغت معدلات البحث عن اللجوء السياسي 5 أضعاف ما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تشديد على صعوبة تحديد الأعداد الحقيقية للروس المغادرين للبلاد أو على قيد مغادرتها. القيود المالية والارتفاع الصاروخي في أسعار السفر ومحدودية طرق الخروج بعد تعليق الرحلات الجوية مع موسكو تعيق خروج الكثيرين، بحسب CNN التي استندت في تقريرها إلى شهادات أشخاص يقيمون في روسيا، حيث أكد قسم منهم أن أعمال العنف الممارسة ضد المتظاهرين المناهضين لغزو بوتين لأوكرانيا واستمرار الإعلام الروسي ببث الأكاذيب، فضلا عن إقرار مجلس الدوما عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما لنشر أو مشاركة معلومات تصفها سلطات بوتين بالكاذبة حول الحرب في أوكرانيا، وهو ما لم يترك للكثيرين أي خيار سوى حزم الحقائب والبحث عن طريق للهروب.
قررت إذا هاجمت روسيا أوكرانيا فليس لي الحق الأخلاقي في البقاء في روسيا. على الأقل ليس لدي أي حق أخلاقي في الاحتفاظ بزوجتي هناك، لأنني لا أريد أن تعيش زوجتي وطفلي في نفاق وأكاذيب. ازدياد في عدد الرحلات المغادرة إلى أرمينيا وكازاخستان وإسرائيل بنحو 50% خلال الأسابيع الأولى لبدء حرب بوتين ضد أوكرانيا، لكن ذلك الوضع لم يبقى على ما هو عليه مع مرور الوقت، حيث أصبحت عمليات الفرار من روسيا أكثر صعوبة، إذ أنفق الكثيرون أكثر من 2500 دولار ثمناً لتذكرة الطيران قبل أن يتم إلغاؤها وعدم تعويضهم بثمنها. معلومات وأرقام جديدة تظهر حجم المعاناة التي يمر بها الروس ومأساتهم المتواصلة بسبب بوتين وسياسته التي لا تقيم وزنا لهم ولحياتهم. أعلنت دول عربية وإسلامية غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك. السعودية ومصر وتركيا ودول أخرى أعلنوا أن غدا سيكون غرة الشهر الفضيل. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير. شهدت مدينة اسطنبول التركية العرض الأول لفيلم سواقة الذاكرة الحائز على 3 جوائز دولية، والذي يجسد معاناة السوريين مع جرائم ميليشيا أسد. الفيلم الذي ألفه وأخرجه المخرج التركي درويش زعيم يتناول قصصا إنسانية تجسد معاناة السوريين المستمرة منذ نحو 10 أعوام. زعيم أوضح أن تجسيد أحداث الفيلم تمت من خلال قراءة الأحداث والاستماع إلى روايات السوريين الذين عايشوا سنوات من الألم، وأن قصة الفيلم مستمدة من شخصيات حقيقية. ومن المقرر أن يعرض فيلم سواقة الذاكرة في دور السينما يوم 8 أبريل نيسان الحالي. بأجر زهيد لا يتعدى 100 ليرة تركية أسبوعيا يخرج الطفل وليد الخالد كل يوم لطلب الرزق وإعالة أمه وأخواته. وليد طفل مهجر من ريف حماة الشرقي يجسد حالة الطفولة الضائعة في الشمال السوري، يتمنى أن يلعب كرة القدم لكن قساوة الحياة تمنعه من ذلك.
بهذه الصورة نصل إلى نهاية نشرة الحصاد من أورينت. ودائما للمزيد زوروا موقعنا orient-news.net. أينما كنتم دمتم في أمان الله ورمضان كريم. إلى اللقاء.